شرعت معاهد الفنون الجميلة في محافظة نينوى باستقبال الطلبة الراغبين بالتقديم على معاهد الفنون الجميلة، واعتبارا من 4/9 ولغاية 15/9/2022، حيث يسمح للطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني للعام الدراسي 2021 التقديم للمعاهد الدراسية الصباحية على أن لا يتجاوز المواليد للذكور 2004 وللإناث 2002. وكذلك يسمح للطالب المتقدم عن طريق قناة الموهوبين من خريج الأعوام السابقة الملتحقين وغير الملتحقين بالدراسة الأكاديمية التقديم أيضا لمعاهد الفنون الجميلة شريطة جلب كتاب قطع علاقة من إدارة المدرسة بالنسبة للملتحقين بالدراسة الإعدادية، علما أنه يكون مواليد الذكور 2002 ومواليد الإناث 2000 للمتقدمين على قناة الموهوبين. وأود أن أنوه أن قبول الطلبة يكون في القناتين بحسب الطاقة الاستيعابية المحددة من قبل المعاهد. فيما يخص التقديم للمعاهد المسائية، لا يوجد في نينوى معاهد الدراسة المسائية، فقط في بغداد وفي البصرة. براء عز الدين سعيد، مدير قسم الإعداد والتدريب في المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى. حددت الوزارة التوصيات والتزمنا احنا كدورنا بإدارة المعهد فيها. طبعا آلية التقديم مثل ما مبينة بالجدول 10 أيام لاستقبال الطالبات اللواتي يرغبن بالتقديم إلى المعهد، الدور الأول طبعا والدور الثاني لخريجات أو لهذا العام الدراسي 2022. نرجو من الطالبات اللي يرغبن بالتقديم إلى المعهد الالتزام باستمارة رقم 1 واستمارة رقم 2 التي توزع مجانا في استعلامات المعهد. هذا فيما يخص الطالبات. 10 أيام راح تكون مخصصة لاستقبال الفايلات لكافة الأقسام. طبعا الطاقة الاستيعابية بالنسبة الخاصة بمعهدنا اللي حددتها كذلك الوزارة، الأعداد جدا قليلة، تعتمد القبول بالدرجة الأساس على القابلية الفنية للطالبة ومدى إلمامه بالمعهد وموهبته هي الفنية اللي راح احنا نطلع عليها من خلال الاختبار الفني. رواء فيصل محمد علي، مديرة معهد الفنون الجميلة للبنات نينوى. عدينا خطة من خلال مجلس المعهد في تهيئة لجان استقبال الطلبة، والحمد لله الأمور اليوم تسير بصورة طبيعية. جونا الطلبة وبلغنا بعض الطلبة وأولياء الأمور أن المعهد يستقبل الطلبة الموهوبين في 5 تخصصات يحملها المعهد كالخط العربي والفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى وقسم التصميم. هناك استمارتان تملأ من قبل الطلبة، استمارة رقم 1 يمليها الطالب فيها معلومات تخص الطالب، واستمارة رقم 2 هناك فيها بورد درجات تملأ من قبل إدارة المتوسطة على أن تختم وتثبت بتيب شفاف لعدم التلاعب بالدرجات. المعهد يختلف عن بقية التخصصات الأخرى من المهني والإعدادي بشكل عام، هناك ماكو اختبارات ولكن تقديم حسب الرغبة وحسب المعدل قد يكون. أما معاهد الفنون الجميلة تستثني المعدل، ولكن بشرط أن يجتاز الطالب الاختبار المعد من قبل 3 لجان، لجنة يمتحن فيها الطالب في الإملاء، مادة الإملاء، ولجنة مقابلة يترأسها إدارة ومجلس المعهد، ولجنة فنية خاصة لتخصص الطالب المتقدم على كل قسم. النقطة المهمة أنه نتمنى من كل المتقدمين ممن يحمل الموهبة فقط، لأن الطالب إحنا اللي يجينا ما عنده أي معلومات عن أي قسم أو ما كان مارس بالمتوسطة أو ما كان عنده فد هواية في أحد الاختصاصات، كان يكون هو رسام مثلا من كان هو طفل أو خطاط أو يعزف على آلة. كثير عندنا طلبة يجون يعزفون على آلات موسيقية ويبدعون، من هو كان في الابتدائية أو المتوسطة عنده رغبة وموهبة. كثير يجون كان أدوا مسرحيات في المدارس، ومن كان بالابتدائية أو المتوسطة وعنده الجرأة أنه يقف على خشبة المسرح. هؤلاء الطلبة يدخلون ضمن اختبار، وتحدد اللجنة نسبة القبول حسب تعليمات الوزارة، ومن ثم بعد ذلك تجمع درجات الاختبار مع معدل الوزاري وترفع إلى الوزارة لحصول الموافقات والتقديم حسب تعليمات مجلس المعهد اللي يرفع للوزارة طاقة استيعابية للمعهد.
وللطلبة وللكادر التدريسي. فإحنا الطاقة الاستيعابية تقريبا نستقبل 100 طالب مقسمة على 5 أقسام دراسية. رعد الحسيني مدير معهد الفنون الجميلة للبنين النينوى.